إذن إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني كما كتشوفوا بأن الأجواء اليوم كاين جو حار بمعنى الكلمة، جو حار إخواني. فدائما قلوبنا مع واحد مع الأطفال ديال ساكنة الأحياء الهامشية، قلوبنا مع الساكنة اللي مساك الله يحسن العوان كتلقاهم دابا منهم القصدير، قلوبنا مع هادوك مساكن اللي تلقاها راس مسكن وليداتو تحت الميكا، قلوبنا مع كل واحد إخواني. هذه الحقيقة. قررت اليوم أنني انتقل إن شاء الله نحو المغرب العميق في دردشة مع كل متتبعي الكرام، تبارك الله عليكم. أش من هادي غادي خويا دابا أنا في لاروت برانسيبال 8 ديريكسيون مريرت، ولكن غادي نقلبوا على اليمين نمشيو في اتجاه الأطلس المتوسط، نمشيو في اتجاه عيون أم الربيع. وبلغ إلى علمنا بأن السلطات المحلية دايرة حالة تأهب، أعلنت على حالة تأهب هنا بالمنطقة، ولكن إخواني غادي نحاولوا نشوفوا واش نقدروا نوصلوا لعين أم الربيع أو لا. لا تنتمنى نوصلوا ندوزوا مع إخواننا لحظات رائعة في زمن كورونا. قبل ما نبدا كل واحد إخواني يكتب لي السمية ديال المدينة وكي ديال الأجواء. يلا خوتي الحرارة نعرفوها غير بيناتنا، شحال واحد دابا بغى يسافر، شحال واحد مسكين وما عارفش حتى اشنو واقع. إذا اش من مدينة راك؟ كلشي شرق الدراري. يلا اش من مدينة راك وكي دايره الحرارة هنايا عندكم تما في المدينة؟ يلا سير نتصنتوا نشوفوا التعاليق ديال السادة المتتبعين الكرام. تحية وألف تحية لكم إخواني، ونحن في الطريق إلى المغرب العميق. غادي نحاولوا نحطوا الرحال اليوم بمنطقة عيون أم الربيع في اتجاه أقلمة مازقزة، ومرورا ب أي تنوح ياك وخنيفرة. إذن هذا المدخل ديال مدينة مريرت، ولكن إخواني بقات لنا 25 كيلومتر باش نوصلوا للمنابع ديال عيون أم الربيع. النهر ديال أم الربيع اللي تنعرفوه إخواني أنه عبر مجموعة ديال الأقاليم وركا حد بوحساس أكيد. يالا القضية عندكم الدراري، يالا كل شي عافاك، كل شي يكسب السمية وكيدير الحرارة. واش كاين فين يمشي المواطن في هذا الزمان ديال كورونا مسكين يمشي يلقى شويه الرحمه او لا والو؟ ابعد بيني وبينكم حنا في مريرت والله ما تلقى جرده وحده، كاينه وحده ولكن جرده بالاسم، جرده في الفاكتورات، جرده في المشاريع، جرده في المحاضر، جرده في ياك تتسمى جرده وصافي. يلا كل واحد يكسب لنا عش من مدينه، يلا نتفاعلوا سير على الله. يلا تحية لكم خنيفرة 42 درجة واد غوس واد روي أيث ما ديست ما ميدعنا مصاح دي لاباس تهنا كلشي بخير. قناة شوف تي في توسي الرحيل الناس يا أغرى أبريد العين مربيع الرحيل الواحد أنا والإخوة جنود الخفاء. فألف تحية لكم وتبارك الله عليكم. كل واحد قلت يكسب أش من مدينة راك وكي دير الجو تما. يلا الحرارة، لأن شفت بأن هذه الجهة سوف تعرف ارتفاع في الحرارة ابتداء من يومه الغد إن شاء الله. فرع اللهم الطف بنا وبالأطفال ديالنا وبالساكنات المغرب العميق. كاين دابا إخواني اللي راه عنده فيلا وبيسين ما في خباروش كاع ولادو، ما في خبارو ماش واقع برا، ولكن بهذه البرامج ربما حتى ولدو غادي يحاول يقول له يا بابا واش غير حنا اللي مبرعين وعندنا هذه الفيلا؟ يا بابا علاش غير انت من نهار انتخبتي وليتي سياسي ولاو عندك ربعه د الفيلات؟ يا بابا مشحال تيتخلص المنتخب؟ غادي يحشم يقول بان هذا عمل تي للشرفاء اللي تيبغيو يخدموا البلاد ويعطيوهم جيوبهم. ولكن في هذا الاخر بيني وبينكم تقلبات الايه. تحيه للشرفاء من السياسيين، واخا واحد الاقليه منظر رائع، ونحن يلا هذا المنظر رائع جدا، ونحن قتلنا ايام على عيد الاضحى المبارك.
اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر يا رب، اللهم يسر، اللهم يسر. السلام وايش هنا وما قال مال وما قال مال يسلا شوي يغلى شوي ما دوالو غشل شوي والو والو. الله يعاونكم اخويا كون يعاون ربي. هذا مسكين من السكينة في هاد الحرارة ورا غادي بهاد خيرات مولانا، حيت سولناه قلنا له وما قال مال انك وهذي ربي تيسير وغا شوية وما كل واحد اخواني ان يكسب اش من مدينه راه مكونيكتي معنا. يلا كلنا نتفاعلوا. اذا هذه الاجواء اخواني مباشره من الاطلس المتوسط، تنتواجدوا اخواني في الطريق الرابطه ما بين مرير في اتجاه عيون ام الربيع. الحراره بيني وبينكم مفرطه، المنطقة زعما بات لي الغريب في الامر انني شفت واحد المشاريع في هذا الاخر اللي تجأت لها مجموعه البلديات هو تزيين المدن بالنخل، اللي تنعرفوا النخل انه واحد المنتوج اللي الحمد لله كاين في الصحراء. للاسف الشديد داروه هنا حتى الظل ما تيعطيهش. هذه الحقيقه. دابا واخا تخرج ولادك في غتحطو تحت النخله، لان ربما البرلمانيين عندهم هما فيلات ديالهم ودايرين اشجار اللي ربما مازال ما جناهمش. يلا تحية لكم، تبارك الله عليكم. يلا كل واحد يكسب ليا اش من مدينة راه مكونيكتي معايا. والحرارة، يلا الموضوع اليوم اننا نقراو لي كومونتير ونعرفو بيناتنا الحرارة في جل المدن المغربية او لا جل المدن اللي كيتواجدوا فيها اخوان المتتبعين الكرام. كل شيء يشارك. يلا اخواني كل شيء بغيتهم يشاركوا باش انا نعرفوا حتى الحراره فين كاينه. اخواني الاشاره، فان المدن اللي تلقى المدينه اللي تلقى ان عدد المتتبعين كثير هي اللي تنحاول تنعرف بان كاين معجبين. شنو هذا العجب؟ كاين معجبين وبان فيها ناس اللي يستاهلوا نجي عندهم، فالمدينه اللي غادي نلقى فيها اول عدد ولا اكثر عدد ديال المتتبعين تنعادكم بالله حتى نجي ان شاء الله ونعيش معكم اجواء عائليه. فاللهم بارك يا رب. حتى الحميرت اخواني والله بالحراره انهم مساكن شفتو فين مشاو تلموا تحت الشجره وجلسوا. هذه الحقيقه. لا 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 يلا اخواني كل واحد يكتب. يلا ونحن في بدايه المنعرجات، كاين اجواء رائعه ونحن في الطريق. تنتمنى ان يبقى الريزو هذه الحقيقه باش اننا نكملوا معكم تعرفوا الاجواء كي دايره. وانتم في جولة رائعة، جولة عائلية في زمن كورونا. سير ليه يا خويا ياك. اذا هنا غادي نبدا بداية المنعرجات. كاين منعرجات خطيرة اخواني، انا راه كاين شي فراجات والله. يلا كل شيء شارك اخواني لان الريزو غادي يقدر يقولها. قلت لكم تحية لكم. جو رائع وانتم اروع.
اذا نشوفوا لي كومونتير ديال الاخوه المتابعين الكرام، تبارك الله عليكم، تحيه لكم بلاتي خوتي. عطي واحد الشمس كي دايره ولا واو واو واو، تحيه بوزنيقه. يلا سيدي نشوفوا اذا كان بعد نون فوق شويه وفوق شويه ويا حوزال وانغوس. اذا خوتي تبارك الله عليكم، فهذه اجواء رائعه مباشره من الاطلس المتوسط، من قلب الاطلس المتوسط. فين هذه الطريقه السي حميد خويا؟ نحن في الطريق ان شاء الله نحو عيون ام الربيع. يلا الاخوان تعليق ديالكم، وراه غا بوحدي راه غايجيني القنط ياك. غادي يجي القنط. الجنبات ديال الطريق كما كتشوفوا انها انت وارجي الله يستر لي زلق هنا. ونخضى واي ما نخضى ونخضى يا وليلي ورين شديك نيتو وودا واي ما الله وذاليك في الدايا يا وحدة ذي غلص هذا الدوخة هذا الدوخة هذا الدوخة هذا الدوخة وهذا قرخة يا وحبيبي وين ويغيد هاوي يوري وين ووا ووا بلاكا واي مطا ووا وذذا واخذ عمود. تحية لكم وتبارك الله عليكم عائلة في هذا العالم الأزرق، وأفتخر بكم. بصحتكم تنتم الاخوان، تيقولوا لي بصحتك. بصحتنا دابا كملنا، لان هذه جوله عائليه حتى انتم مشاركين معايا فيها، علاش لا؟ ربما كتسمعوا واحد الصوت، الصوت ديال الكليماتيزور، لان الحراره اخواني حراره جد مفرطه، فلازم اننا نعاونوا بالبرد ياك. ويما يا يما وذا يا يمان وهو النغنى يثمد وسمونين وربي يما يا يمان وذا يا يما ويسيغ ذا عقدي ولو فيخ ما يكت ويما يا يما وين سيما عندك العيد ناشطة سي حميد. لا والله ما عنديش عيد، قالك شوف صافي اللي غنى راه شرى العيد ولا لا والو خوك مازال. هي دابا اللي تيغني راه شرا العيد ياك، حنا غير المشاهدين. لا لا حتى انتم غاديين معايا، خليني الاخ تقول لي انا غا مشاهد. لا من اجلكم انا حتى انا غادي وتنحاول باش انا اي لقطه نعيشوها جميع. افريد المال اي ثمادي استماع ما يدعنا مصلحه لاباس تهنا وشيختي الغوابي ويوي كي زمر السالخ ريغان حي حفاظة والطغر بورتيرين. سير الله تبارك الله عليكم، الله يجعل ايامكم ديما تبقى ناشطة ونبقى الحمد لله. قال السماء كئيبة وتجهم، قال السماء كئيبة فتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. إذا بركة تاعنا راه تاعنا يوميا تنشروها المصايب ها الاغتصابات ها الروينه، راه تاعنا تنتأسفوا، راه تاعنا تنتأسفوا، ولكن هذاك هو الواقع. دابا بعيدا عن الكآبة، بعيدا على ذاك هكذا، حنا جينا نضربوا دورة جميع عائلة.
تركي للمغرب العميق. اوه انا في رجاء ربي. عرفتي التليفون اخواني والله الا سخن وتا اللي عنده شي فكره على التليفون الا سخن هكذا يا في اللايف واش جو سيكوريتي وصافي. وذا يا ولاين جدا عدان وذا يونو هو الرزاقي لازين يضا وهو يغوين حبا يغوذر يغور ذيقون ذا سوانو نامو منامو 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 سلام ما غيزني يا الراح ذينو ما ضصلا قرغولي كي يي 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 والله يا ندمي سوج وخمم ذيقي مغالي وذيب من ستوكاج الا تيسخن التليفون اذا راه كاين عامره اذا خصني نخوي. برافو 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 اوعد حيد شنو قلتي شنو ندير انا واحد من قلميمه تحيه للناس ديال قلميمه علاش لا سخون التليفون بزاف كاع اذا راه من ستوكاج يقدر يكون خويا عندك الحق نتمنى برافو برافو تقدر ديما نوياني يخمي من ذي عقيدي نؤزار صحايا يا 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 شو مساكن الدراري الصغار في اوروبا تلقى دابا راه جالس مسكين هاد قران هاد الدري راه في دور ديال الحضانة راه الدري اللي راه وحنا هما الشباب مساكن فرحمة بهاد الساكنة يا ايها المنتخبين وبهاد المعاناة ديال هاد الدراري فرحمة حاولوا باش ان تقربوا بعض المشاريع او لا تعاونوا هاد الناس ولو بالدعم ما تنقولكش من جيبك لا وصلت الرساله يا حدو برا شعل الكليماتيزور نوردين شعلت الكليماتيزور ديرو حدا المكيف انا خطره تنديرلو كاع هكا باش يبرد ولكن شتو سخون بزاف كاع نور العين تبارك الله على اختي زاكي للزين ذا وذا يخام جواد المقا بالخيب الدوان ذا ينوح أيا وليين جدا عدان وذا ينوح ورط لزاكي للزين ذا واطلق لهم محدو هذا يصور ضيوي خحيو غادي يا حبا وسوي لبي أيا ولاين جدا عدان وذا ينو لا أطلس قيل الزين ذا عندك ستوكاج عامر سيم الله علمي راه عندي ستوكاج عامر بصح دابا راه تيسخن كاع حتى تيطفاش يخطر تيوقف بيني وبينكم البنت يلا شي اهداء شي اغنيه امازيغيه يلا سيمو الدراري العربي بوشعيب برنس يلا عاش من اغنيه بالامازيغيه يلا دابا حنا في الجبل دابا صافي خلينا من البروتوكول ياك يلا نشوفوا الاهداءات رولا اللي ما عنده باجاج وثاد قال لك ماش مريخة ذا الدار ذا النايوران يف شمشا مقنخ الباب او يختي زورا وماش مريخة ذا الدار ذا النايوران يف شمشا مقنخ الباب او يختي زالوت يا واي الحبان يا واكي قانك ذا ذا وذالي تكاري عوالي مش مريخ ذا الدور ذا النايلون يفش مشمق غير بابا ويغذى الزرد ووي وي حبا يا وهي يا نقذيزي يرزم ظالي وتساعي ومش مريخ ذا الدور ذا النايلون يفش مشمق غير بابا ويغذى الزرد
تماويت انا لي سامي انت بتحصلني حكا كدير شي تماويت انا سيدي هاي الما ياكلتها لك علاش لا سير مول المطر ليه إذا ربما هنا غادي يكون لازم علينا أننا نوقفوا تنتمنى ويخليونا ندوزو ما فينا ما نورمال مونا واش ندوزو ما نعرف واش ندوزو لا لا الله أعلم إذا الطريق مسدودة هنا كنشوفوا عناصر ديال القوات المساعدة برافو عليهم ألف تحية لهاد الناس إذا كاين عناصر القوات المساعدة دابا واخا حنا وراء الجبال جالسين عاسين من اجل السلامه ديالك لان كاين تتوافد هنا المئات ديال المواطنين المساكن مع هذه الحراره فاحنا كنشوفوهم هما واقفين دايرين خدمتهم اش داك الشيء بصحتك احنا سيدي علاش لا تبارك الله عليكم يلا اللي قلبو كحل اش قلنا يشوف شي برنامج اخر على القناه شوف تي في نقل مجموعه ديال البرامج هذا برنامج عائلي محض مباشره من المغرب العميق يا ملكة بو اختي ملكة نزيز نزيزة ملكة ويونو يونو وما يذيت لنا ننام يونو يونو وما ميقار خدي غلي يونو 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 وما يذيت لنا ننام يونو يونو هوايا يورين وكذب في خويلي يلي يلي ومتدل ذي ذرريد وذنكيت عيان وضر ووذو شايد مالي وسييف ووذ اشتذو ذي شامطي النمرة ديالك اخويا نو سعيد راه تنديرها في بعض البرامج وتصل بيا اخويا ما نقدرش نعطيها في العلن لان هذه قناة ما يمكنش نعطيها رقم ديالي الشخصي فتحية لكم وفي الوجهة نوم زي بردان وصار ويا يا 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 يا